السلام عليكم يا أحلى عائلة، أتمنى الكل يكون بخير. في هذا الفيديو سيكون عن الهامستر والطيور مرة واحدة. سنقوم بجمع هذه الهامستر مع طائر البادجي اللي هو ذاك الفرخ الصغير، وغادي نشوفوا ردة الفعل ديالهم. فهذا هو قفص هاستري. الحلويات اللي كنت صنعت لهم ذاك المرة، شوفوا كل مرة كياكلوا منها شوية. هذه كلاوها. فدابا غادي نجيب هذاك الفرخ ديال البادجي وغادي نجمعه مع الهامستر هاستري ونشوف ردة الفعل ديالو، ونشوف ردة الفعل ايضا للهامستر هاستري. فإلا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو، كنتمنى الضغط على كبسه الاشتراك وتفعيل زر الجرس وضغط على زر اعجاب ايضا لدعمي اكثر. فهنا وجدت هذه البواطه هذه ودرت فيها نشره الخشب، وغادي نجمعوا الهامستر مع الطائر ونشوفوا رده الفعل ديالو. ها هو الفرخ ديالنا، غادي نقوم بجمعه مع الهامستر. يعني اذا كانت عندكم فروخ بهذا الحجم وبغيتوا تجربوا كيفاش غتكون رده الفعل مع الهامستر، دائما جيبوا شي مكان اخر، يعني ما تحاولوش تدخلوا الطائر على الهامستر. فهاد التجربه هذه اول مره غادي نديرها، كنتمنى تكون واحد التجربه يعني ظريفه. كيتصرف معها على الاساس انها طائر، بغا زعما كي بحال ياكل من فمها، بحال اللي كيتصرفوا الطيور مع بعضياتهم. صافي غادي ناخذها، حيت الا بقات كتخاف منه بهذه الطريقه غادي تقدر تعضو. دابا غادي نجيب لها مصر بومباستيك ونشوف. كيخافوا منه، هو مسكين كيبغي غير يتصرف معاهم على شكل انهم طيور، حيت فاش كان نقربوا للطيور كيبقى بحال اللي كياخذ من فمهم الماكله. فإلا كانت الهامسترات ديالكم من نوع النشيطة أو الشرسة، من الأحسن ما تجربوش هاد التجربة، بحيث أنا عندي الهامستر بومباستيك وهاستري، يعني هامسترات يعني حنينة وأليفة. أما الهامستر سكرة يعني لن أستطيع أن أضعها مع هذا الطائر لأنها نشيطة وشرسة مع أي مخلوق. مسكين بومباستيك كيخاف منه. ولكن حتى هو راه بحال اللي كيبغي يضربو، هو راه ما كيبغيش يضربو، راه غير كيبغي مسكين يتصرف معاه بحال اللي كيتصرفوا مع الطيور. بومباستيك كيحاول يقرب منه ومن بعد كيهرب. ها هو صافي، دريف معايا. شوف شفتو بومباستيك يعني ما كيعض ما والو، هاستري كذلك ما كتعضش، ولكن الا بقات معاه فتره طويله ممكن تعضو.
اما الهامستر سكره فما نقدرش من اول لحظه غادي تعضوا غادي تهاجموا. فبليز هاد التجربه ما تجربوهاش الا ولا كانت الطيور ديالكم اولا الهامستر الطيور ديالكم والهامسترات ديالكم يعني اليفه وحنونه معاكم، فكذلك غادي تكون حنونه مع المخلوقات الاخرى. فحاليا رجعت الهامستر بومباستيك للقفص ديالو صافي، وكنعطي دابا لهذا يتعلم ياكل الحبوب. بالنسبه للتاكل اليدوي 3 مرات في النهار، بحيث دابا العمر ديالو اكثر من 30 يوم. وصافي دابا غادي نرجعو للقفص ديالو. وكان هذا هو الفيديو، كان هذا هو التجربه مع الهامستر بومباستيك وهذا الفرخ هذا. بالنسبه لهاستري ما بغيتش نخليها معاه بزاف، حيت ربما هي بما انها انثى فتصرف معها بعدوانيه، رغم انها حنونه فقلت ربما تصرف معها بعدوانيه، فخليت معها الهامستر بومباستيك لاطول فتره. وانتم شفتوا كيفاش كانت رده الفعل ديالهم، يعني هذا ما كيخافش، كيحاول انه يكون زعما الصديق ديالو ولا يتصرف معه كانه واحد الشيء يعني بحاله، ولكن الهامستر ما كيعرفش بان يعني هذا الفرخ راه باغي غير ياكل من عنده ولا كيفاش، ما عرفتش كيفاش كيفكروا. كما كتشوفوا حاليا هو كيحاول يتعلم ياكل. شوفوا مسكين حتى مع التصويره كيسحب له واش الطائر ديال بصح. فكان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على كبسه الاشتراك وزر اعجاب، وجربوا هذه التجربه مع الهامسترات والطيور ديالكم، ولكن الا كان الطيور والهامسترات عندكم اليفه بشكل كثير فيمكن لكم تجربوا هذه التجربه. اما اذا كانت عندكم الهامسترات او الطيور يعني نشيطه بزاف وشرسه، فمن الاحسن ما تجربوش هذه التجربه، ربما الطائر او الهامستر يقوم بإيذاء احد اخر. فنشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه. اذا كنت جديد في القناه اضغط على زر الاشتراك وعلى الجرس ليصلك كل الفيديوهات، واضغط ايضا على زر اعجاب لدعمي اكثر.